مشاهدي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم على الهواء مباشره في برنامج 10 و10. يسرنا ان نناقش في هذه الليله محورين اساسيين. سنناقش في المحور الثاني رؤيه شباب الثوره في مؤتمر الحوار لمشروع العداله الانتقاليه، وسيكون معنا الاستاذ مانع المطري عضو مؤتمر الحوار الوطني وعضو اللجنه التنظيميه للثوره الشبابيه. اما في المحور الاول فسنناقش المراه اليمنيه بين المطالبه بالحقوق والمتاجره الاعلاميه. وهنا نقول: ماذا نعني بحقوق المرأة؟ ولماذا لا يزال البعض يتاجر بحقوق المرأة اليمنية كما يتساءل الكثير؟ أين دعاة حقوق المرأة مما يحدث للمرأة في دماج وما حدث لها في مجزرة العرضي؟ أين هم من تطلعات وهموم المرأة الريفية وحقوق المرأة العاملة؟ ومع هذا، ألم تنل المرأة اليمنية بعض حقوقها بعد ثورة الشباب الشعبية السلمية ووصلت إلى العالمية؟ ألم تأخذ حقها في مؤتمر الحوار الوطني وتشارك أخاها الرجل في تشريع القوانين لبناء الدولة اليمنية الحديثة؟ لماذا يسيء بعض دعاة حقوق المرأة للمرأة نفسها؟ وكيف تنظر الأحزاب السياسية للمرأة؟ نناقش هذه التساؤلات مع ضيفتي الكريمتين الأستاذة أمل الباشا عضو مؤتمر الحوار الوطني والدكتورة لمياء شرف الدين عضو فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني. اهلا وسهلا في هذا اللقاء. اهلا وسهلا. يا مرحبا بك. نحن كنا قد فتحنا موضوع المراه قبل اسبوع، لكن نظرا لما حدث في العرضي اخرنا الموضوع، وكاد استاذه امل معنا لكن اعتذرت لظروف خاصه. اليوم نريد ان نناقش، لانه موضوع المراه موضوع كبير، وقبل ايام احتفل العالم بحقوق الانسان ومن ضمنها حق المراه. واليوم نريد ان نركز على حق المرأة من بعد ثورة الشباب السلمية إلى اليوم، دور المرأة في مؤتمر الحوار الوطني في مخرجات الحوار لما يخدم قضايا وهموم وتطلعات المرأة اليمنية. لكن دعونا بداية نشاهد هذا التقرير. مشاهدي الكرام، نشاهد التقرير التالي ثم نبدأ الحوار. الربيع العربي مفاجأة لكل العالم، والمرأة الثائرة المفاجأة الأبرز في هذا الربيع، خصوصا في الثورة اليمنية التي توقع البعض لها أن تكون ذكورية بامتياز، فإذا بالمرأة تحتل الصدارة إلى جوار شقيقها الرجل مسجلة حضورا متميزا في كل مجال من مجالات الثورة، مؤكدة توقعات البعض الآخر الذين كانوا يرصدون إحراز المرأة تقدما ملحوظا قبيل الثورة في انتزاع حقوقها من خلال مشاركتها السياسية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد حصدت النساء أكثر من ثلث المقاعد في انتخابات مجلس شورى تجمع الإصلاح في أمانة العاصمة في المؤتمر المحلي الخامس نهاية عام 2010. لم يكن عجيبا والحال كذلك أن تحضر المرأة في كل مشهد من مشاهد ثورة الشعب. سارت المرأة الثائرة في المسيرات وأسهمت في تشكيل الائتلافات، وقفت في اللجان على مداخل الساحات وضمدت الجرحى ودافعت عن المعتقلين، وكان لها دورها الواضح في الإعلام مع استمرار دورها في المدد الغذائي الذي تدفق على الساحات من كل بيت. ظن الاستبداد أن المرأة نقطة ضعف الثورة، ففاجأته بأنها مكمن القوة. قتل قريبها كي يبعدها عن الثورة، فأصبحت المرأة ثورة بحد ذاتها. قنص طفلها ليرعبها، فأرعبته بصمودها واستعدادها للتضحية بنفسها وكل أهلها في سبيل الوطن. خطفت الثائرة كي تخاف فازدادت شجاعة، جرحت كي يقيدها الإحجام، فعلمت الآخرين فن الإقدام. فجرت شظايا القتلة جسدها، فنسفت سلميتها الاستبداد ومن فيه. إنها المرأة اليمنية، فاجأت الخارج كما فاجأت الداخل على حد سواء. وكما سجلت حضورها في ساحة الثورة، كان لها حضورها أيضا في قاعات الحوار. وإذا كان البعض يشير اليوم إلى أن الحضور المتميز للمرأة يعود في أصله إلى ظروف الثورة وما تلاها من ظروف استثنائية، فإن القول الفصل في هذا المجال يكمن في الجواب عن السؤال: هل هو بالفعل حضور استثنائي نتيجة ظروف استثنائية، أم هو وضع ثابت يزداد رسوخا بمرور الوقت؟ وقبل كل ذلك، ماذا تقول المرأة ذاتها عن وضعها اليوم
وتوقعاتها للغد. إذن شكرا للزميل فؤاد فارس. سنتكلم أو سنجيب على السؤال الكبير. بداية قبل أن نجيب على السؤال، ماذا نعني أستاذة أمل بحقوق المرأة؟ نتكلم عن حقوق المرأة. أولا شكرا لقناة سهيل لاستضافتي أنا والدكتورة لمياء في هذا الموضوع الهام، حقوق النساء والحوار. واسمح لي في البداية أعبر عن اعتراضي لمقدمتك التي قلت فيها بأن هناك اتجار بقضايا النساء. قضايا النساء هي قضايا حقيقية، هي ليست سلع للبحث عن ربح أو التزين فيها في مختلف المحافل. لا، قضية النساء اليمنيات هي قضية حقيقية وجوهرية، والنساء اليمنيات مثلهن مثل المواطنين اليمنيين يستحقين أن يتم التعامل معهن بأنهن مواطنات ولهن حقوق ولهن أيضا التزامات. وبالتالي من يقول بأن هناك متاجرة بقضايا النساء هو من ينكر بأن هناك قضايا نسوية في هذا البلد. الأمية الأعلى في هذا البلد هي بين النساء، الفقر الأعلى بين في هذا المجتمع هو فقر النساء، الصحة المتدنية بالنسبة للمجتمع اليمني النساء تأتي في أعلى الأرقام. وبالتالي عندما نتكلم عن قضية نسوية هي قضية حقيقية وقضية جوهرية. المشاركة السياسية للنساء والاقتصادية هي مشاركة متدنية للغاية، 1 إلى 99% مشاركة النساء، 1% مشاركة الرجل، 99% في كثير السلطات، في كثير من مواقع القرار وفي السلطات الثلاث. إذا نحن أمام قضية جوهرية وحقيقية بأن أولا النساء كمورد بشري لا يستفيد منه هذا البلد، وبالتالي هناك قدرات وهناك موارد يتم تعطيلها ولا يستفيد منه البلد، وبالتالي تحرم النساء ويحرم البلد من هذا المورد البشري. فبالتالي إذا نحن أمام قضية وطنية بأن هذا البلد بموارده لا يستفيد بما هو متاح. النقطة الثانية هو أولا التقليل من مسألة القضية النساء بأنها مسألة لها علاقة بالمتاجرة هذا سؤال مشروع وضعه كثير من الناس، يعني لا مش مشروع، هذا من يريد أن يسخر، هذا من يريد أن يسخر هذه القضية. هي مسألة متاجرة وهي مسألة بوتيكات وهي لا، هي قضية حقيقية. إذا لم نعتني بالمواطن وبالنساء، نحن نبحث الآن، ولهذا احنا نحن نبحث من أجل نعم. لكن بدايتك يعني كانت في الحقيقة مخيفة، يعني مسألة متاجرة. لا، نحن لسنا تجار، لا تجار شنطة ولا تجار بالجملة ولا بالتجزئة. نحن لدينا قضايا وطنية، هذه القضايا الوطنية تتعلق بالحضور الإنساني للنساء في هذا البلد، وبالتالي واجباتهن كمواطنات، وبالإضافة إلى قضاياهن الخاصة التي بدون حلول، بدون وضع حلول لهذه المشكلات سينعكس هذا على المجتمع أولا وعليهن بشكل خاص. طيب دكتور لمياء، يعني هناك من يقول بأنه فعلا المرأة اليمنية أخذت حقها ووصلت إلى العالمية، أو نقول أخذت بعض حقوقها، خاصة بعد ثورة الشباب الشعبي السلمية التي خرجت، كما شهد التقرير كان لها يعني جهد كبير ونضال وكفاح كبير مع الرجل. أنت كيف تنظري إلى مشاركة المرأة وما أخذت المرأة من منذ الثورة حتى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما شاهدنا في التقرير وشاهدتم أيضا، رأينا أن المرأة كان لها حضور لافت وقوي جدا في إنجاح الثورة. هذا الخروج لم يكن من أجل قضايا معينة، كانت من أجل قضايا اليمن بشكل عام، ومن ضمنها بشكل أساسي قضايا المرأة، لأن المرأة تعاني من اضطهاد وتعاني من استبداد وتعاني من جهل وتعاني من تخلف. أيضا المرأة كما خرج الرجل راغب في التغيير، هي أيضا خرجت راغبة في التغيير من أجل قضاياها أولا وقضايا الوطن بشكل عام. طبعا احنا من بعد الثورة لاحظنا طبعا تحسن في قضايا المرأة، وان لم يكن ملموسا بشكل واضح. صحيح المرأة وصلت للعالمية، ولكنها في شخصية السيدة توكل كرمان، ولكنها كانت نموذج واحد. نأتي الآن إلى المجتمع، إلى الواقع، نجد أن المرأة ما زالت تعاني. كان أفضل، يمكن كان أفضل مثال شاركت فيه المرأة بقوة هو مؤتمر الحوار الوطني عن طريق إلزام الأحزاب بتمثيل النساء ب30%، وربما لو لم يكن هناك ذلك الإلزام ربما لم تكن المرأة ستشارك بهذا
القدر، ومن خلال حضورها في مؤتمر الحوار الوطني استطاعت أن توصل صوتها إلى اليمن وإلى العالم بأنها موجودة وأنها قادرة وأنها تستطيع أن تناضل من أجل قضاياها ومن أجل قضايا الوطن بشكل عام. ولكن هذا لا يكفي، نحن النساء تطمح إلى أن يكون هذا مستمر وتمثيلها يكون متصاعدا وصوتها يكون أقوى من أجل النهوض بقضاياها. أستاذ أمل باشا، يعني هل هموم وحقوق المرأة مسؤولية المرأة نفسها ولا هي مسؤولة مشتركة للمرأة والرجل والأب والأخ والكل؟ يعني سؤالك بالفعل مهم. هناك من يذهب إلى عزل قضايا الفئات كما لو كانت هذه مشكلة الفئة، المهمش هذه قضيته، المعاق قضيته، النساء قضيتهن، الأمي هي قضية الأمي. لا، كل المشكلات اللي موجودة في المجتمع هي مسؤوليتنا جميعا، المثقف والمتعلم والمدني واللي في القرية، واللي كلنا مسؤولين عن هذه القضايا. إذا لم نتحمل هذه المسؤولية بمصداقية بأن مشكلات كل هذه الفئات التي تشكل هذا المزايك للمجتمع اليمني يصبح في هناك حالة من التحلل من المسؤولية بأن نتحملها، عندما تناضل النساء من أجل الحقوق وتقابل بالصدود من قبل الرجل تصبح المسألة صعبة، تصبح كما لو كان هناك طرفان يتصارعان، وهذا ليس بصحيح. هناك مشكلة، أولا هناك من لا يريد أن يعترف بأن هناك قضية وأن هذه قضية النساء يحللنا النساء. لا، نحن نقول بأن إذا كانت لدينا قضية نسائية فالسبب ربما كان بحدوث هذه المشكلة هو أنتم الرجال. يعني وهذا الرجل أخذ حقه، حتى تأخذ المرأة حقها ويقول بعض هكذا. شوف، أشتري أقول حاجة، من يحكمنا من آدم إلى الآن؟ من الذي يصنع السياسات؟ من الذي يصنع السياسات في هذا البلد؟ كلها أنتم الرجال، يعني لم تشارك النساء الآن في أي صناعة، حتى في قضايا الحروب والنزاعات تتحمل النساء النتائج كأرامل، كثكالة، كيتيمات، كشهيدات أيضا بسبب قرارات اتخذها الرجل، وبالتالي على النساء أن تشارك في صناعة القرار سواء في السلم أو في الحرب حتى نتحمل هذه النتائج كلنا معا. تقول لي بأن الرجل، هل الرجل الآن يعني هو حصل على حقوقه؟ والله يعني الرجل إجمالا هو المتخذ القرار في هذا البلد وهو سيد المشهد، لكن ليس كل الرجال، وإنما هناك جزء من الرجال أو بعض الرجل، بعض من الرجال، لا نقول كل الرجال، لكن في الأخير هذا الجنس الذكوري هو الآن الذي يعني حكمنا وهو الذي صنع السياسات وهو الذي أوصلنا إلى هذا الخراب. من أوجد هذا الرجل؟ ليس المرأة الأم مدرسة إذا اعتادت شعبا طيبا عراقيا؟ صحيح، لكنكم تنكرتم هل حق المرأة فقط في المسائل السياسية؟ لا أنا أتكلم عن المسائل السياسية، أنا أتكلم عن صياغة الدولة من قبل الجميع سواء كان على مستوى الهرم أو على مستوى القاعدة. ما تفعل في مؤتمر الحوار يعني 3% على يمثل هذا أيضا هذا إنجاز سنة. هذا أقول هذا إنجاز، لكن هذا ليس كل شيء. هذه فقط البداية بأن تشارك النساء بهذه القوة الناعمة في داخل مؤتمر الحوار. وأنا سعيدة جدا أن الكثير من الأحزاب التزمت بتمثيل النساء بهذا العدد، لأن هذا التمثيل الآن أظهر بأن هناك صوتا واعيا وصوتا شجاعا وصوتا مسؤولا من قبل تمثيل النساء، سواء كانت هؤلاء حزبيات أو مستقلات أو من شابات الثورة، هناك صوت رائع كان غائبا، لم يكن يسمع من قبل، وبالتالي هذا الحضور الجميل للنساء وهذا الحضور القوي أدهش الكثيرين الذين يعني حتى في زملائنا في الحوار هناك من يقول كنا نخاف حتى من الحديث معكن، كنا ننظر بأنكم يعني ربما مثل ما لدينا في البيت، ربات بيوت ونساء بسيطات مسؤولات على البيت. يعني كانت النظرة من قبل أيضا للرجال، لكن لما يلتقي لا، الرجال يعني في مؤتمر الحوار وكثير من زملائنا عبروا عن هذا الموضوع أنهم أصيبوا بالدهشة لوجود هذه الكفاءات وهذه العقول الجميلة في مؤتمر الحوار، لأنه بالفعل هناك نظرة يعني متداولة بأن النساء ربما همهن الوحيد هو الهموم المنزلية والأسرية، وبأن الشأن العام والهم العام هذا يعني لا يعني النساء. بالعكس،
الوجود القوي والمؤثر والصادق يعني في طرح القضايا والحلول كان بالفعل مفاجأة. ولذلك نحن عندما أصرينا بأن يكون هناك 30% حتى تغلق التلفون دكتورة مريم. دكتورة يعني الآن كيف تقيمي أداء المرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني هذا الذي كما قالت الأستاذة أمل بأن أدهشت الكثير، كان لها مساهمة كبيرة، وهذا ما حدث أيضا في 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 الثورة، قدمت نفسها، قدمت أولادها، خرجت بنفسها بوقتها بجهدها، وهذا يعني جهد مشكور لأن هذه داخل هي أختنا وأمنا وبنتنا وكذا. تقييمك لي وأنت عضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق حقوق الحرية، تقييمك لأداء المرأة اليمنية ومشاركتها في اتخاذ القرارات في بناء الدولة، في المساهمة في تشريع وسن القوانين لبناء الدولة القادمة. طبعا أنا من خلال مشاركتي في مؤتمر الحوار الوطني ومن خلال الحراك الفكري الذي شاهدته في الحوار الوطني، أيضا أنا تفاجأت بعقلية رجولية معينة أيضا. يعني أنا كنت أعتقد أن أغلبية الرجال ضد قضايا المرأة، لكني فوجئت بالعكس، وجدت العكس، وجدت أن الأغلبية مع قضايا المرأة وأنهم مناصرين للمرأة وأن هذا لدعاة حقوق المرأة اللي يزايدون أحيانا على الرجال، لكن هناك قلة أيضا، كان هناك قلة. طبعا احنا عندنا في فريق الحقوق والحريات كانت قضية المرأة بالذات باعتبارها من ضمن الفئات الخاصة الذي كان من المفروض علينا ان احنا نناقشها ونضع لها قرارات، كانت محل نقاش كبير وحوار واسع. ولكن رأيت ان النساء لديهن وعي كبير بقضاياهن، لديهن وعي كبير بما يريدن ان يسيرن عليه في الطريق في طريق المستقبل، وبحمد الله فعلا هن حاولنا واستطعن ان يضعن قرارات يعني صائبة وانها ستنهض وتسمو بالمرأة. صحيح. مشاهدة الاستطلاع التالي، نشوف نسمع صوت المرأة، ماذا تريد المرأة، نظرتها للمستقبل. نشاهد الاستطلاع التالي ثم نستكمل الحوار. نتمنى أنه تكون في مشاركة فعالة، نتمنى أنه الحوار الوطني يعطي فعلا مساحة أكبر للمرأة، يخرج بقرارات تعطي فعلا يعني دور أكبر وأكثر فعالية للمرأة، سواء كان من خلال الكوتا أو ولو إنه يعني أنا شخصيا يعني هي خطوة جميلة، لكن أنا شخصيا يعني لا أعتقد فيها، لأنه أعتقد إنه تحديد نسبة محددة للمرأة ما هيش الحل. المفروض إنه المرأة هي نصف المجتمع، يعني ما تتحدثش بثلاثين بالمئة فقط، ولكن كخطوة أولية تعتبر شيء يعني مبادرة رائعة ونتمنى إنه تحصل. ستأخذ المرأة حقها 30%. إن شاء الله، لكن في بداية الموضوع أعتقد أنها ستكون سيئة بأخذ حقها، سواء كان بين الأحزاب أو في منظمة المجتمع المدني أو في حتى حقوقها بشكل عام، وهذا أمور طبيعية في بداية الثورات أو في بداية الحوار، أي حوار وطني في أي دولة. نأمل أن يكون دور المرأة في بعد الخروج من الحوار الوطني أن يكون دور فعال، بما أنهم جابوا يعني أتاحوا لها الفرصة بالمشاركة وأعطوها نسبة 30% من المقاعد في الوزارات والأحزاب، فأتوقع أنه بتكون إن شاء الله أن لها دور فعال إن شاء الله في بناء اليمن. أعتقد من مخرجات الحوار أنه يكون في بداية سيكون الأمر صعب، صعب جدا بحكم الثقافة العامة الموجودة في اليمن والمرأة والعادات والتقاليد، وكمان أنه مخرجات الحوار معطوش الدور الكبير في التوعية الإعلامية للمرأة، لذلك في البداية سنواجه صعوبات في أخذ المرأة حقها، ولكن فيما بعد إن شاء الله المرأة ستثبت نفسها من خلال التوعية وأخذها دورها حقها. أنا شاعرة في الفترة السابقة يعني من قبل مؤتمر الحوار ومن بعد مؤتمر الحوار أن المرأة واخذة حقها جدا، لأنه كثير نساء واخذت حقهم في الشغل، واخذت حقهم في التعليم، واخذت حقهم في كل حاجة. ممكن المرأة مثلا في بعض القرى في بعض الأماكن أنها ما بتقدرش تدرس، ما بتقدرش كده، بس هي في النهاية بتقدر تواجه هذا الشيء وتقدر أنها تقول أنا شتي أدرس، أنا شتي أتعلم، أنا شتي أشتغل، ما حدش بيقدر يمنعها في هذاك الوقت. لو هي كان عندها الإرادة القوية وقدرت أنها تعمل وتواجه وتصلح كل شيء بتقدر تسوي. أما أنه نحكي حقوق المرأة وحقوق الطفل وما أعرفش إيش وهذه الأشياء اللي كلها مبروزة تحت براويز، مش معها خالص، أنا ضدها. أعتقد أن المرأة لم تأخذ حقها بالكامل يعني في مسألة في الحوار الوطني، بس أعتقد أنها
تقدر أن تثبت نفسها هي في أماكن عملها، أنها تبرز نفسها أكثر وتثبت للناس للعالم كامل أن المرأة لها دور مهم وأساسي في هذا المجتمع. أكيد أن المرأة ستأخذ حقها في الحوار الوطني دامها طرحت آراءها وأفكارها، أظن أنها بتحقق آمالها، لأن إذا حققوا جميع المطالب أكيد ما بيخلوش حق المرأة. إذن هذا رأي المرأة، في تفاؤل كبير، في ارتياح يعني خاصة بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية. هذه الآراء كنا نفتقدها كثير، نفتقدها كثير قبل ثورة الشباب الشعبية. قبل أن نأتي إلى مخرجات الحوار وما أداب الحوار، ما يتعلق بنظرة الأمل، نظرة الأحزاب السياسية، تقييمك لنظرة الأحزاب السياسية للمرأة ومشاركة المرأة في هذه الأحزاب السياسية ناخبة ومنتخبة، وأيضا مشاركتها في يعني خارج الحزب أيضا. تتكلم يعني خارج الحوار ولا في لا في الأحزاب؟ في الأحزاب نظرة مشاركة المرأة في الأحزاب، يعني هل في الأحزاب مشاركتها يعني هو للأسف الشديد مشاركة النساء في الأحزاب السياسية وخصوصا في مواقع صنع القرار هو إن وجد فهو وجود رمزي ومحدود للغاية، وحتى على المستوى القيادات المتوسطة لا زال وجود النساء يعني ضعيف للغاية وغير مؤثر. هل مشكلة في المرأة نفسها؟ لا مش مشكلة. أنا هقول لك إنه أولا يعني بعض النساء ما يعني ما تلامش حقها، ما تريد تشارك. لا أنا طيب أنا أقول بالموجود يعني. لا نحمل النساء المسؤولية. أولا هناك ثقافة تقول بأنه هذا العمل السياسي هو شأن ذكوري، شأن الرجل، ما دخل النساء في 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 قضايا الدولة والقوانين والتشريعات. هناك أدوار طبيعية تم بروزتها وقولتها لأنها شاركت ناخبتان ومنتخبتان أيوة. وفي البرلمان وفي الحكومة أيوة وفي أيوة. النقابات وفي في هذا مشاركة كبيرة في المحاماة في القضاء في كل شيء. أنت تميل إلى التعميم. أنا لا أريد هذا التعميم. أنا أقول بأن هناك مشاركة رمزية، مشاركة ديكورية. هتشتري 50-50 يعني ليش لا؟ قلنا الاجتماع لبعض الموضوع الكفاءة. ليش لا؟ الكفاءة حتى للرجال. لا كفاءة رجل ومرأة يمكن. أنتم أخذتم 99 بدون كفاءة. ما دخلني أنا قصدي. لو كانت هناك كفاءة لما وصلنا إلى هذا الحال. لو كان هناك كفاءة في الرجال في من حكموا ما وصلناش إلى هذه الحال وإلى ثورة وإلى مطالب تغيير. مشكلة الكفاءة هي عند تطرح فقط عندما نقول للنساء، هذه مسألة مفروغ منها. نحن وراء كل رجل عظيم امرأة. صحيح. يعني هل المرأة يعني ما فيش امرأة نساء مستبدات يعني يعقل؟ لا لا لا. في مستبدات وفي فاسدات وفي أميات وفي جاهلات وفي غير وطنيات، يعني هذه كلها موجودة. لكن نحن عندما نجي نتكلم ونقول مثلا مشاركة النساء ولماذا يتم الإقصاء؟ هناك فقط نظرة لأن هذا الجنس المؤنث هو غير قادر، هو غير كف، وهناك ثقافة تساند هذه الرؤية. لا تعممي أيضا، مش الكل أيضا. هي الثقافة بشكل عام. والدليل أنه في الانتخابات عندما يعني تجري انتخابات، الانتخابات السابقة الثلاثة سواء كانت البرلمانية، كم عدد النساء اللواتي نجحن في الانتخابات؟ احنا صفصفنا على امرأة واحدة في البرلمان. أيوة المشكلة يعني نزلت المرأة ما حد راضي يرشحها مثلا، ايش المشكلة؟ اولا كم الاحزاب نزلت من النساء؟ كم العدد؟ طبعا لو فتح الماضي المغرب كله مآسي. ما هو احنا ما تقدرش يعني تفصلها. اولا يعني الاحزاب لم تكن تقبل ان تخاطر بمقاعد لتضع فيها نساء في وقت الثقافة السائدة بان السياسة رجل وصانع القرار رجل والنساء صانعة القرار في المجال العام في المحيط العام، وبالتالي لا مجال للمخاطرة. هذه نقطة. النقطة الثانية كانت العملية السياسية أو الحياة السياسية والنشاط السياسي وخصوصا قبل الوحدة، قبل أن تبدأ العلنية، كانت محاطة بكثير من حالة الرفض، لأنه كان أولا هناك عدم تجهيز هذا المجتمع وإعداده بأن يشارك الجميع مش بس النساء في الأحزاب السياسية. حتى بعد الوحدة عندما تم يعني القبول بمبدأ التعددية وتعدد الأحزاب، كان في هناك ما زال يعني تأثير مرحلة ما قبل الوحدة أن النساء يعني تتردد في الدخول في الأحزاب السياسية، بالإضافة أن الأحزاب السياسية لم تقم بأي دور ترويجي أو استقطابي للنساء إلا عندما تأتي الانتخابات. يعني الأحزاب السياسية وربما هناك حزبين يعني اللي استفادوا من الوجود النسوي، هو حزب المؤتمر وحزب الإصلاح. ف
فقط يعني يتم تحشيد النساء في وقت الانتخابات ليصوتن للرجال. لكن لهم شعبية كبيرة هذا الأحزاب الأحزاب أخي سريعة. أيوة شعبية كبيرة لكن أنا أتكلم الآن عن كيف أن يتم التغيير ممكن الأحزاب هذه أعطت المرأة برضو نصيب كويس في في المجلس الشورى الإصلاح أظن صحيح هذا جاء نتيجة لنضالة النساء خاص لا لم يأتي لأن الرجال لم يأتي لأن الرجال كانوا كرماء لأن النساء في داخل هذه الأحزاب ناضلت وفرضت واستطاعت أن تصل إلى هذه وعرفت دورها وواجبها أيضا أي. لكن نحن نتكلم الآن عن حالات فردية أرجع أقول الآن بالنسبة أنا عجبتني إحدى الأخوات اللي بتقول مسألة الكوتا هي مش موافقة على الكوتا الكوتا رسلت إلى بس أخذ بس الاتصال ثم صار هذا السؤال معي عبر الهاتف الدكتورة سمية الشرجبي عضو مؤتمر الحوار الوطني. دكتورة سمية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تابعتي معنا مع ضيفتي الكريمتين الأستاذة أمل باشا والدكتور لمياء أن بتكلم الآن عن واقع ومستقبل المرأة في ظل مخرجات الحوار الوطني. أنت كعضو مؤتمر الحوار الوطني كيف تنظرين إلى حق المرأة أو حقوق المرأة الآن بعد الثورة بعد أن كما يقول كثير ظلمت كثيرا في الفترة السابقة والمستقبل ماذا 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 يبشر المستقبل بالنسبه للمراه ان هي ناضلت وتابعت حقوقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في البدايه يعني احب ان انتهز هذه الفرصه لتعزيه الشعب اليمني في الاخوه والاخوات الذين قضوا نحبهم في حادثه الهجوم على المستشفى العرضي ومنهم زملاء وزميلات. يعني فقد اليمن حقيقه يعني مجموعة من خيرة الأطباء والطبيبات الذين قدموا وقدمنا أرواحهن حتى آخر لحظة منهن زميلات المهنة دكتورة سمية ثلاية ودكتورة جميلة البحم وغيرهن. وهذا دليل آخر على أن المرأة اليمنية هي تندفع يعني بدورها بشكل طبيعي وتلقائي بدون يعني بدون أن يطلب منها أحد ذلك. يعني تطور المجتمع بشكل طبيعي هو الذي يفرض نفسه في هذا الإطار. أنا تابعت يعني بعض من الكلام الذي دار في هذه الحلقة. الحقيقة أنه يعني هناك قضية أساسية هي ترتبط بواقع الشعوب والمرأة جزء من هذه الشعوب وهي مسألة الوعي الجمعي للأمة. فكلما كان الناس يعني واعيين بقضاياهم وكلما كانت الفئات المختلفة هي واعية بقضاياها بالتأكيد أنه ستحدث نقلات نوعية سواء على مستوى الفئات المختلفة وعلى مستوى الدولة يعني ككل. وبالتأكيد الثورة الشبابية السلمية هي أعطت المرأة زخما كبيرا لأنها فتحت لها آفاق جديدة، فتحت لها آفاق كانت يعني من قبل هي مغلقة، وهي إمكانية أن يصير الحلم حقيقة على أرض الواقع، إمكانية أن ترى المرأة العدل، إمكانية أن ترى المرأة أن تكون يعني بلادها بلاد آمنة، بلاد مستقرة، بلاد قوية إلى آخره. فبالتالي شيء طبيعي الوعي الجمعي الذي حدث أثناء الثورة الشبابية السلمية هو الذي دفع بدموع الشعب ومنهم المرأة بشكل طبيعي. وبالتالي نحن لا نستطيع أن نفصل ما بين المرأة بحيث أن نحن يعني نقول ثقافة نسائية بحتة أو ثقافة ذكورية بحتة. فأنا أريد يعني أن أركز على نقطتين. النقطة الأولى أنه نحن الآن في مرحلة نحتاج أن يعني كل فئات الشعب هي تبحث اليوم عن حقوقها، ولكننا نتحدث في أي إطار وفي أي فلسفة نحن نتحدث عن هذه الحقوق؟ هل نحن نورث الآن ثقافة الصراعات بين الفئات؟ صراع المرأة مع الرجل وصراع الإنسان الذي كان مهمش خلال الفترة السابقة مع المجتمع الذي عاش فيه وصراع الطبقات التي لا ينتهي. يعني أنا أذكر مقولة الأستاذ عبد الوهاب المسيري الذي هو كان يتحدث عن الحركات النسوية، قال أنا لا أستطيع أن أصف هذه الحركات إلا بأنها حركات التمركز حول الأنثى لأنها تدور في حلقة مفرغة وتوصف قضية المرأة بأنها يعني قضية صراع كوني بين رجل ذكوري التفكير واستبدادية التفكير وبين امرأة هي تمثل الوجه الناعم للعالم. الحقيقة أن احنا نريد أولا أن نستقرأ هذه الأفكار من حيث حقيقتها، من حيث أن هذه الأفكار هل فعلا هي ترتبط بواقعنا كبشر كنساء كرجال أولا، وبعد ذلك نستطيع أن نستقرأ كل المشاكل التي يعني تحيط بنا من حولنا. فأنا حقيقة لست مع تزكية يعني إذكاء ثقافة الكراهية ضد الرجل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هذه النقطة. النقطة الثانية يعني أنا أريد أن أؤكد عليها أننا نحن نسير باتجاه أن يأخذ المجتمع كله حقوقه. المرأة لابد أن تسير باتجاه أخذها لحقوقها كاملة،
وأنا أعتقد أن مسيرتها في الأحزاب هي من أكبر المسيرات في هذا الاتجاه، لأنه إحنا نريد دولة مدنية. الدولة المدنية الآليات التي فيها تفترض وجود تيارات سياسية وليست فئات اجتماعية متناحرة. وأنا أعتقد أنه إذا استطاعت المرأة في الأحزاب بطريقة يعني بشكل أساسي أن تنتقل نقلات نوعية من حيث ممارستها داخل هذه الأحزاب وتعبيرها عن ذاتها بقوة، هي تستطيع أن تقدم صورة قوية عن المرأة في الإطار الجمعي. ولكن هذا لا يعني أنه المرأة المستقلة ليس لها مكان أو المرأة في منظمات المجتمع المدني. فالأصل أنه هذه الأحزاب أو التيارات هي تأخذ مشروعيتها من يعني من تفاعلها مع هذه طيب مع دكتورة سمية الشرجي نعم. معذرة على المقاطعة، عضو مؤتمر الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك. قبل أن ننتقل إلى موضوع الكوتا أستاذة الدكتورة لمياء، يعني كما قالت الدكتورة سمية، هل من مصلحة المرأة مصلحة الرجل أن نخلق بينهم صراعات أو عداوات، حق المرأة حق الرجل حق الطفل حق كذا؟ يعني ما احنا كلنا بالأخير يعني كما أقول أمنا وأختنا وبنتنا، وخاصة في مجتمع اليمني مجتمع صاحب يعني قيم ودين وعادات وتقاليد تحترم وتقدر المرأة وتعطيها يعني حقها، يعني أفضل أنا يعني مقارنة بالدول العربية كثير. يعني أيوة أنا لا أعتبر أن مطالبة النساء بحقوقهن يعتبر نوعا من الصراع، أو أن احنا دائما نصنفه على أنه صراع مع الرجل، أو أنه أن احنا داخلين في معركة. ربما توصف في جزء منها عند لحظة انتزاع الحقوق، ربما يكون فيها نوع، لكن ليست هي صراع دائم. لكن أنا الذي أريد أن أوضحه شيئا واحدا، المرأة لماذا دخلت إلى مؤتمر الحوار؟ نحن الآن بصدد صياغة دستور جديد. هذا الدستور معناه هو صياغة عقد اجتماعي. ما معنى العقد الاجتماعي؟ نحن نرى أن أي أشخاص عندما يريدون أن يعملون عقدا، عقد بيع، عقد أي نوع من أنواع، المتعاقدين يضعون كل ما يريدونه في هذا العقد من مصالح ومن ضمانات لتنفيذ هذه المصالح، ثم يأتي بعد ذلك التوقيع على هذا العقد لكي يصبح نافذا. الآن نحن بصدد تنفيذ عقد اجتماعي جديد. هذا العقد الاجتماعي بين من هو؟ هو بين أفراد الشعب، رجالا ونساء. النساء النصف والرجال النصف الآخر. الجميع يضعون لهم مصالح، ويضعون لهم حقوقا، ويضعون لهم واجبات، ويضعون أيضا ما يريدونه من سلطات لكي تشرف على تنفيذ هذه الحقوق والواجبات. هذا العقد الاجتماعي المرأة تريد أن تصيغ في حقوقها المستقبلية التي كانت مهضومة في السابق. وهذا جاء الحوار أيوة. الوطني والكل بشأن الوضع. إذن هذا أيوة. هذا العقد الذي أريد أن أوضح أن هذا العقد سينتهي بالاستفتاء عليه. الاستفتاء عليه صوت المرأة مثل صوت الرجل تماما. في هذا الاستفتاء لا يمكن أن يكون هذا الاستفتاء الذي أعطى المرأة صوتها مثل الرجل يأتي وينتقص حقوقها الدستورية في هذا العقد. الذي أريد أن يفهمه الجميع أن المرأة تريد أن ترسخ لها حقوقا مضمونة في هذا العقد الاجتماعي الجديد. طيب أستاذة يعني أمل، ما يتعلق بالكوتا، باقي معنا أقل من 7 دقائق، ما يتعلق بالكوتا، هناك من يقول بأنه يعني دخلتوا في مؤتمر حوار بالكوتا والأنتم تطالبون، يبدو أن الكثير يطالب الآن بالكوتا في الانتخابات القادمة، هل الكوتا يخدم المرأة ويعطيها حقها؟ أولا فقط دعني أعلق على كلام الزميلة سمية فيما يتعلق بأن هناك صراع بين النساء والرجال على قضايا حقوق النساء. هذه المسألة ليست صحيحة، لأن هناك الكثير من الرجال يدعمون قضايا النساء وينخرطون معهم في نضال من أجل نيل هذه الحقوق، وهناك من النساء من يقفن ضد حقوق النساء. إذن هنا المسألة لا تقسم بين الجنسين بأنه صراع بين الجنسين، وإنما هو صراع بين ثقافة وبين أيديولوجيات، هي أيديولوجيات تمنح وأخرى تمنع، هنا الصراع بين الثقافتين. هذا فقط للتوضيح. النقطة الثانية، نحن لا نكره الرجال ولا هناك يعني دعوة لخلق هذه الكراهية، نحن ندعو إلى أن يقف الرجال مع النساء، كل الرجال، بحيث أننا يعني نحقق هذا المجتمع، مجتمع المحبة، مجتمع التسامح، ومجتمع المساواة. فيما يتعلق بالكوتا، هناك نظرة مغلوطة لمسألة الكوتا، وكأنها مسألة يعني جاءت. يعني أنت مع الكوتا؟ أنا مع الكوتا. لكن البعض ينتقد. البعض ينتقد. التمييز. أيوة. لا، هو ما يسمى بالتمييز الإيجابي. يعني نحن نقول نحن في بلد نصفه نساء
وفي أي مجتمعات ديمقراطية ومعظم الدساتير تقول بأن الشعب هو من مصدر السلطة ومالكها ويمارسها. إذا ما أتينا إلى شعب اليمن نصفه، هل هذا النصف المؤنث النساء هل هن مصدر السلطة؟ هل هن يملكن السلطة؟ هل هن يمارسن السلطة؟ إذن الواقع يقول عكس ذلك. وكما قلت في السابق العيب في النساء، لا نتكلم الآن عن العيب، لا نتكلم يعني عدم مشاركتها. لا لكن دعني أقول فيما يتعلق بالكوتا. هناك في الدستور السابق والآن يعني في هناك مادة يعني مقررة بأنه المساواة بين الجنسين وبدون تمييز سواء يعني القصص الكثيرة هذه المتعددة التي يقوم عليها التمييز، هذه أقرت في مؤتمر الحوار في فريق بناء الدولة وأكيد في عدد من الفرق. لكن ونحن ننظر للواقع، هل تستطيع النساء أن تصل إلى المناصفة في الثروة، المناصفة في السلطة، المناصفة في القرار؟ أنت لا موافق قرار على الكوتا؟ لا 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 ليش أقول لا؟ لا ليش؟ لأنه إحنا قلنا بالمساواة. أنا كي أصل إلى هذا الطموح إلى المساواة إلى المناصفة لابد من اتخاذ خطوات إجرائية، تدابير مؤقتة تسمى، إلى أن أصل إلى هذا الحلم. الحلم هذا قد يمتد إلى 100 سنة، إلى 50 سنة، إلى 30، هو وفقا لتطور هذا المجتمع. إذن 30% هي التي تقول بأنه الحد الأدنى لتمثيل النساء. هل هذا سيقر في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ هو أقر الآن في فريق بناء الدولة من جميع الأحزاب، يعني من جميع الفرق المشاركة أو كل الفرق في أكثر من فريق تم الموافقة عليه، في فريق الحقوق والحريات، الهيئات المستقلة، الحكم الرشيد، بناء الدولة. نحن في بناء الدولة طالبنا بأن يكون بنص دستوري، وللأسف الإخوة الرجال في الأحزاب لم يقبلوا بأن يكون بنص دستوري 30% إلا في السلطة التشريعية. مش لا تخلقوا عدم في السلطة التشريعية. لا. سيبوا الرجال عشان يصمتوا. لا احنا كاسبينكم يعني ما فيش مشكلة. فقط هي كيف نقنع هؤلاء اللي في الأحزاب والقادة وصانع القرار بأن 30% هي أقل ما يمكن أن تقبله النساء كتمثيل. هو يعني مش الحد الأعلى، هو الحد الأدنى. بمعنى أنه يمكن أن يكون تمثيل النساء بنسبة 50%، 60%، 40%، 30%، لكن 30% هو الحد الأدنى. لذلك هناك من يفهم خطأ بأن هناك تفريط، نحن نص هذا المجتمع كيف تقبل فقط ب 30%؟ لا، نحن نقول 30% هو الحد الذي يجب ألا يقل فيه تمثيل النساء في جميع السلطات. ولذلك هي خطوة إجرائية للقانون. أنتم الممثلين عن النساء وتمثلوا النساء ودعاة لحقوق المرأة، يعني هذه تمثل جزوة، أنا أمثل نفسي. هناك نحن صوت النساء، نحن صوت من لا صوت له بشكل عام، يعني بشكل عام طبعا، ولا إحنا إيش نمثل النساء المريخ. يعني كأنه هو الوحيد اللي بيتكلم عن المرأة وده ما يتكلم. من قال كل النساء اللواتي حضرنا مؤتمر الحوار سواء كنا في الأحزاب أو في المستقلات أو في المجتمع المدني كنا يطالبين ب50%، يعني أن ينصص على هذا. وبعض النسوة اتهمتنا بأننا يعني نفرط. كيف؟ يعني نحن نعتبر الآن حركة متأخرة عن الحركة الشابة الآن التي تقول لا، نحن لا نقبل بأقل من الناس. دكتورة رمياء، يعني هل هو يعتبر انتصار للمرأة اليمنية ودعم أيضا من الرجال، وأنا ما أريد أن أفعل حظي بين الرجال والمرأة، ومن النظام السياسي الآن القائم للمرأة أنه يعني أعطيت 30% هو حقها الطبيعي؟ أيوة. أنا بس حبيت أن أشرح مثال بسيط يمكن الناس باختصار الناس ربما في الشارع لا يفهمون ما معنى الكوتا ولماذا نطالب بالكوتا. أنا سأشبه لهم بأن إحنا الآن في مضمار سباق، ووضعنا المرأة في بداية السباق بينما الرجل قد تقدمها بعشرات الكيلومترات، وقلنا لها خوضي السباق وهو سابق لها. الطريق أمامها فيه عدة صخور، وعي متدني، مفاهيم خاطئة، عادات وتقاليد متخلفة، ونقول لها من أين ستستطيع أن تلحق بهذا الرجل؟ إحنا بنطالب الكوتا إن إحنا ندي لها وسيلة مساعدة، فلتكون مثلا هيلوكوبتر أو منطاد ينزعها ويوصلها إلى المكان حتى تكون هي والرجل كفرسي رهان. وفي هذه الكوتا، وبعدين نقول الكوتا هذا وسيلة مواصلات خلاص، وحيه بعدين حسب كل حسب كفاءة. أمل كلمة أخيرة.
كلمة آخر في ختام هذا الحلقة. أنا متفائلة بالمستقبل، وأنا أرى بأن هناك أصوات نسائية شابة وقوية وجريئة ومناضلة، وبالتالي ستكون مسألة نيل حقوق النساء واستحقاقتهن أسرع بكثير مما أنفقناه من سنوات في الماضي. دكتورة؟ أيضا أنا متفائلة، وأتمنى أن يسير تسير الأمور كلها على ما يرام، وأن تحظى المرأة بمستقبل أفضل، وأن تنال كل ما تتمناه. إذا باسمكم مشاهدي الكرام أشكر ضيفتي الكريمتين الأستاذة أمل الباشا عضو مؤتمر الحوار الوطني، والدكتورة لمياء شرف الدين عضو فريق الحقوق والحرية بمؤتمر الحوار الوطني. إن شاء الله تأخذ المرأة حقها الأيام القادمة حبلى بالقوانين والتشريعات، وإذا اتفق الجميع رجال ونساء لبناء اليمن الجديد، هذا هو الهم الكبير، بناء الدولة الضامنة. ألقاكم بعد الفاصل مع المحور الثاني حول رؤية الشباب للعدالة الانتقالية. مشاهدي الكرام أهلا بكم من جديد في المحور الثاني حول رؤية الشباب لمشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وهنا نقول أين وصل مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ولماذا يتخوف البعض من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؟ ما هي رؤية شباب الثورة للعدالة الانتقالية؟ وهل سينصف المشروع أسر شهداء وجرحى الثورة السلمية؟ كيف يمكن بناء الدولة دون تحقيق العدالة الانتقالية؟ نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ الشاب مانع المطري عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب في التنظيم الناصري وعضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية. أستاذ مانع مرحبا بك في هذا اللقاء. أهلا وسهلا. بداية مشاهدي الكرام، يعني نحن ندين كما يدين الكثير من الدعاة ونشطاء الحقوق والحريات الحكم الصادر في حق الناشط في الثورة الشبابية الشعبية والمحامي عبد الرحمن معوضة الذي حكم عليه بالأمس بالسجن 6 أشهر وتغريمه 200,000 ريال بسبب مقال يطالب فيه الرئيس هادي بإقالة النائب العام. يعني أن يحدث هذا في عهد الوفاق الوطني والفترة الانتقالية عيب كبير وجرم كبير، يعني ندينه ونستنكره، لأنه صدر في ظل الناس يتفاخرون ويتكلمون عن وجود حرية أن تطالب بإقالة النائب العام، المشكلة ويصدر حكم ب6 أشهر لأحد الناشطين والمعروف في الثورة الشبابية الشعبية الأخ الأستاذ عبد الرحمن معوضة. أستاذ مانع، اليوم في هذا المحور نتكلم عن رؤية الشباب، نحن استمعنا إلى رؤية الأحزاب للعدالة الانتقالية، نريد أن نتكلم اليوم في هذا المحور أين وصل مشروع العدالة الانتقالية أو فريق العدالة الانتقالية، هل أكمل؟ لماذا تعثر كثير من الفرق أكملت وأنجزت، بقي يمكن ما يسمى بالقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية أو قانون العزل السياسي، وأن أيضا نتكلم عن رؤية الشباب لتعريفهم ومفهومهم للعدالة الانتقالية. لكن أولا دعنا نشاهد التقرير التالي الذي يسلط الضوء على مفهوم العدالة الانتقالية ثم نبدأ الحوار. العدالة الانتقالية مقاربة لتحقيق العدل اليوم في فترة الانتقال من قمع نظام الأمس، وتبرز أهمية العدالة في وجوب معرفة الحقيقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم وحصول المتضررين على التعويضات. ووفق الأدبيات الدولية يكون للعدالة الانتقالية عناصر ترتبط ببعضها، ومن أبرز العناصر الملاحقات القضائية التي تطال مرتكبي الجرائم الذين يعتبرون أكثر من يتحمل المسؤولية، جبر الضرر حيث تعترف الحكومة بالأضرار المتكبدة وتتخذ خطوات لمعالجتها سواء من الناحية المادية كالمدفوعات النقدية والخدمات الصحية أو النواحي الرمزية كالاعتذار العلني أو إحياء يوم الذكرى،
إصلاح المؤسسات، ويشمل المؤسسات التي تم استخدامها في القمع كالقوات المسلحة والشرطة والمحاكم تفاديا لتكرار الانتهاكات والإفلات من العقاب، لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات والتبليغ عنها ووضع التوصيات المناسبة، إضافة لعناصر أخرى، ولكل دولة إضافة ما يناسب وضعها. وبالنسبة لوضع اليمن، يعد مطلب العدالة الانتقالية مطلبا متواضعا بلغة الثورة والثوار، فيما يريده آخرون مطلبا مستحيلا نظرا لاستحالة عبثهم في ظل تطبيقه، مما يدفعهم لمحاولة تعطيله أو الالتفاف عليه رغم ما قد يخلفه ذلك من تعميق الانقسامات المجتمعية وغياب الثقة في مؤسسات الدولة، فضلا عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما، إضافة إلى مزيد من الشك بشأن الالتزام بسيادة القانون. قد يكون كل ما سبق أمورا نظرية تجاوزها اليمنيون في أروقة الحوار، غير أن الواقع العملي هو المقياس والمعيار، وما لم يرى المواطن نتيجة على أرض الواقع سيظل باب التوقعات مفتوحا وتستمر التساؤلات، ما الذي حدث ويحدث فيما يخص العدالة الانتقالية داخل أروقة الحوار؟ العدالة الانتقالية الآن الكثير يشكو، ما الذي حدث ولما تأخر فريق العدالة الانتقالية في تسليم التقرير؟ ما هي نقاط الخلاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد جدا لحضوري إلى قناة سهيل قناة الثورة، وما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية، الجميع يعرف أننا الآن نمر بمرحلة نظام أو بالأصح سلطة موجودة نصفها مشدود للماضي والنصف الآخر يتطلع للمستقبل. القوى التي تشعر أن العدالة الانتقالية ستسلب منها مصالح غير مشروعة استولت عليها بالماضي تسعى لإعاقة وصول الناس إلى عدالة انتقالية بشكل يتوافق مع المعايير والمتعارف عليها في مختلف أنحاء العالم. الإشكال الذي حدث في العدالة الانتقالية وهو موضوع كبير وشائك، والكل يدرك أنها أن ثقالات الماضي التي أثقلت كافة القوى السياسية من الصعب أن يتجاوزها واحد بشكل فيه نوع من السهولة. المسألة هنا أنك تريد أن تتخلص من هذه الثقالات لتنتقل للمستقبل، بينما بقية الفرق كثير منها لم تناقش قضايا الماضي وإنما تناقش قضايا المستقبل، والمستقبل ممكن تناقشه بشكل حالم أحيانا، وبالتالي تستطيع أن تصل إلى حلول سريعة. في العدالة الانتقالية مرتبط بإرث الصراع السياسي بالماضي، يعني بالتأكيد مرتبط بالإرث المتعلق بالصراعات السياسية السابقة، ومتعلق أيضا بقضايا الأموال المنهوبة التي لا زالت تستخدم الآن في إعاقة وصول الناس إلى العدالة الانتقالية. ولهذا كان شباب الثورة تعاملوا منذ البداية بمرونة عالية، كان من حقهم أن يشترطوا لدخول الحوار أن يفرج على الأقل عن المعتقلين المتبكين، ومع هذا أظهروا مرونة ودخلوا من أجل أن يصل الناس إلى حوار ويتفقوا على آلية إغلاق ملفات الماضي. ولكن للأسف الشديد أن هناك تعنت ومماطلة في البت في مواضيع العدالة الانتقالية. ما من الناحية الإجرائية التقرير شبه جاهز وتم رفعه إلى لجنة التوفيق بعد تعذر التصويت بعدما أعاقه ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في فريق العدالة الانتقالية، أعاق التصويت ورفض أن تطرح المواد الواردة في التقرير حتى على التصويت لنعرف كم المعترضين وكم الذين متوافقين مع التقرير، رغم أنه تم التصويت على كثير من المواد، أكثر من 80 مادة التي تم التصويت عليها، وهذه المواد تتضمن أيضا محددات لقانون العدالة الانتقالية بما يضمن وجود عدالة انتقالية غير انتقامية وإنما منصفة لكل الأطراف للضحية، وفيها أيضا حفظ لما وجه الجلاد الذي يفترض به أن يعير هذا الكرم الذي يقابله الذي بذله شباب الثورة في التعامل معه بإيجابية بدلا من المماطلة والإصرار على التعنت، لأن هذا الكرم لن يستمر طويلا، قد يكون هناك رد فعل أكثر
حسما في التعامل مع مثل هذه القضايا. طيب لماذا يتخوف كما قلت المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من 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 العداله الانتقاليه؟ اي نقطه الخلاف؟ ما دام فيها كما قلت انصاف للضحيه والجلاد والخروج بماء الوجه. عمل فريق العداله الانتقاليه هو واجه محطات كثيره حتى لا نظلم الناس. المؤتمر الشعبي العام صحيح انه كان اكثر المعترضين واحيانا بشكل عدمي على معظم القضايا التي تم مناقشتها، لكن ايضا الاطراف السياسيه كافه يعني كل يريد عداله انتقاليه، لكن عندما تصل الى قضيه مرتبط هو بها او مرتبطه بتاريخه تجده احيانا يتلكا ويتنصل ويحاول ان يتبرم من هذه من مواجهه الحقيقه التي يفترض ان تكون ماثله امامه. واحيانا نجد لهم مبرر انه التلكؤ هذا نتيجه للهروب من مشاكل داخليه لدى هذه القوى السياسيه، لكن في الاخير الكل يستجيب للمنطق، المنطق العادل يستجيب. المؤتمر الشعبي العام يبدو انه يراهن على حاله الفوضى القائمه انها قد تكون له منقذه له من قانون العداله الانتقاليه. ايضا يشعر ان العداله الانتقاليه في حال تحققت ستسلب مزيدا من او ستعيد حقوق الناس وستكشف الحقيقه وستعيد توثيق الذاكره الوطنيه التي تم تشويهها بشكل صحيح. هناك من شهداء الحركه الوطنيه من تم محاكمتهم على اساس انهم خونه، وتم تدريس هذا حتى بالمدارس. والآن عندما تعمل العدالة الانتقالية بمعايير صحيحة سيكون شهداء الوطن، وبالتالي هو هنا يتناقض مع مشروعه السياسي ومع إمكانية استمراره. فيجد أنه لابد أن يسعى لتعطيل وصول الناس للعدالة، لكن عليه أيضا أن يدرك أن محاولاته هذه ستكون يائسة ولن يستطيع أن يستمر في مغالطة. طيب الشارع أستاذ مانع، يعني أنتم الآن في العدالة الانتقالية وأنتم مثل يعني فئة الشباب، يعني أين وصلتم بالضبط؟ يعني هل تم التصويت الآن؟ متى سيتم التصويت؟ ماذا بقي من المواد؟ متى كان آخر اجتماع لكم؟ قبل حوالي شهر تم آخر اجتماع ورفع التقرير إلى لجنة التوفيق. استمرت لجنة التوفيق في مناقشات مطولة وفي اتصالات مع رئيس الجمهورية ولقاءات مع بعض القوى السياسية لمناقشة القضايا الخلافية في تقرير فريق العدالة الانتقالية. الآن تم إبلاغ أعضاء فريق العدالة الانتقالية بأن عليهم أن يعقدوا اجتماعا يوم الخميس القادم للتصويت فقط، بعد أن عاد التقرير من لجنة التوفيق إلى التصويت. للتصويت هل تتوقع أنه سيتم التصويت أم سيأخذ في جدل ويؤخر مؤتمر الحوار ويؤخر الخدمات الإقدامية؟ هناك نظام داخلي يحكم يعني حتى مسألة رفع التقرير إلى لجنة التوفيق كان هناك 80 مادة تم التصويت عليها، بعضها حصلت على النصاب والبعض الآخر لم تحصل على نصاب 90%، والنظام الداخلي يقول أن التصويت يعاد بنسبة 75%. كان أيضا هناك الاتفاق ينص على رفع المواد التي لم يصوت عليها إلى لجنة التوفيق وتعاد إلى الفريق للتصويت عليها وفقا للنظام الداخلي، وبالتالي سيكون التصويت بنسبة 75% على مختلف المواد. وفي حال لم تحصل هذه المواد على 75% سيتم رفعها مرة أخرى لرئيس الجمهورية ورؤساء المكونات كآخر مخرج لإيجاد حل منطقي. لكن نقول هنا كل هذه القوى السياسية لا تملك تفويض من أسر الضحايا في حال تم التلاعب بالمواد والنصوص التي توافقت عليها اللجان المصغرة التي عملت على مدار أشهر، وبالتالي لابد من قبول كافة الأطراف السياسية بمبدأ تحقيق العدالة الانتقالية المتوافقة مع المعايير الدولية والتي تضمن جبر الضرر وكشف الحقيقة. وسنتكلم عن مبادئ أستاذ ووجهة نظرك، وأنا أتمنى من الأخت أروى أحمد وابل عضو العدالة فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار كان قد نسقنا معها أن تكون معنا عبر الهاتف، لكن التليفون مغلق، أتمنى إن كانت تشاهدنا أن تفتح التليفون حتى يتسنى التواصل معها لنأخذ رأيها حول العدالة الانتقالية. طيب أنتم في فريق العدالة الانتقالية رؤيتكم أنتم كشباب، هل رؤيتكم يعني لمفهوم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
هي هو نفس المفهوم أو التعريف اللي بقية الأحزاب، أم لكم أنتم تعريف خاص كونكم أنتم يعني كنتم في 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 الساحات وقدتم الثورة الشبابية الشعبية؟ حاليا هناك تعريف موحد أقر له الفريق بالإجماع ولا خلاف على التعريف، رغم الاعتراضات التي وردت على المواد التي بنيت بناء على هذا التعريف. التعريف نصه واضح، وهو يقول أن الأداء الانتقالي هي مجموعة من الإجراءات القضائية والغير القضائية القائمة على كشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية، وفي المحصلة النهاية تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية. هو نص ثابت وتم التصويت عليه بالإجماع، لا يوجد خلاف حوله. بس أظن في خلاف حول التسمية، عدالة انتقالية أو لا مصالحة، أيهما يبدأ، المصالحة الوطنية أم العدالة الانتقالية؟ هذا الموضوع هل تم البت فيه؟ اختلفنا عليه ورفع إلى لجنة التوفيق، وتم إعادته من لجنة التوفيق بأن العدالة الانتقالية مقدمة على المصالحة الوطنية. وهناك إفادات كثيرة أنه كان هناك خطأ بالترجمة لقرار مجلس الأمن يعني لا غير. بينما لكن هناك إخواننا في المؤتمر الشعبي العام لا زالوا متمسكين بالنص الموجود في النظام الداخلي، وهناك إجراءات لتعديل المادة الخاصة بالنظام الداخلي للمؤتمر الحوار أو اللائحة الداخلية للمؤتمر الحوار من خلال جمع التوقيعات لتعديل المادة، واقتربت مسألة استكمال الحصول على التوقيعات اللازمة لتعديل المادة. طيب هنا السؤال الأهم، وأنت ذكرت أشرت إليه في بداية هذا الحوار، هل هذا المشروع يقر أو المواد أو القوانين أو التوصيات لفريق العدالة الانتقالية سينصف فعلا أسر شهداء وجرحى الثورة السلمية؟ هل ستريح ضمائرهم؟ سيرتاحون أنه فعلا هؤلاء الشباب من فقدنا أبناءنا وإخواننا وأخواتنا أن يضحوا بدمائهم وبجهدهم ومن أجل بناء اليمن الجديد، وأسأل الله أن يتقبلوا الشهداء عندهم، هل فعلا سيرضي هذه المواد أسر الشهداء والجرحى؟ أنا أقول أن كل قطرة دم نزفت من أجل هذا الوطن من أجل الثورة الشبابية الشعبية لا تساويها كنوز الدنيا كلها بتعويضات أو حتى بأن يذكر بكتاب أو بمنهج دراسي أو بتسمية شارع أو ما قدمت من تضحيات كبيرة وجليلة. لكن علينا أن نعود إلى المبدأ الأساسي الذي ضحوا عليه الناس، ضحوا من أجل إيجاد يمن مستقر، يمن عادل، يمن تقام فيه دولة مدنية، يكون فيه سيادة قانون. هذه القضايا التي ضحوا من أجلها هل ستتحقق في حال استبردنا في صراعنا مع خصومنا نحو الانتقام؟ أعتقد أننا سنسلك مسلك آخر. من حق أسر الضحايا أن يكون لهم مطالب أخرى مختلفة، لكن أنا أقول هنا بحالة من التجرد مع تقديري وإدلالي الكبير للتضحيات التي قدموها الشهداء. لكن في النهاية ماذا نريد؟ ماذا كنا نريد قبل أن تقدم هذه التضحيات؟ بناء دولة. هل بناء الدولة سيقام بتحقيق الرغبة في الانتقام، رغم أنها ليست انتقام بالمعنى الطبيعي أو المفهوم العام للانتقام، هو قصاص، مفهوم القصاص تحديدا. أعتقد أن علينا أن نضحي أكثر، ومن هذه التضحيات التي نقدمها أن نقبل بعدالة انتقالية تضمن حد أدنى من الإنصاف بدون أن تسمح بتكرار ما هو الذي يزعج الكثير من أسر الشهداء أو من الثوار، أنه يعني أنتم شباب الثورة الممثلين في مؤتمر الحوار الوطني، يعني كانوا ينتظرون منكم أن تكون لكم مشاركة كبيرة وواسعة، لأنه الآن الطرف الآخر كما قلت مثلا بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام يعني قامت ثورة وهم الآن ما زال لا يؤمن هناك تغيير، هناك ثورة يعني، وما زال يعني يعترض على العدالة الانتقالية ويعترض على مواد العزل السياسي، وقد أعطي حصانة يعني أبو الشهيد وأم الشهيد يقول أنا أعطي حصانة ولم يعطي أيضا حقوق، ولم يعطوا الثوار أو الشهداء والجرحى حقوقهم، يعني هذا هو الذي يزعل الكثير من الأسر. يعني كيف هؤلاء يعني يعرقلون كما أنت أسلفت في كلامك، يعرقلون يعني إخراج أو يعني خروج مشروع العدالة الانتقالية أو قرارات فرق العدالة الانتقالية ولم يؤمن هناك تغيير، والأهم هو أسر الشهداء والجرحى
وشباب معتقلين ما زالوا في السجون، يعني ما زالوا في السجون، وهؤلاء كأنهم لم تقم ثورة ولم يحدث تغيير، وكأنه عبارة عن قسمة، وأنه سلموا السلطة كما يظنوا سلموها، يعني يعني كما قال أحد الضيوف عندي هنا من المؤتمر، يعني كانت منا من المؤتمر للأطراف المشاركة باسم الثورة. يعني ما يجري في اليمن هو مشابه لكثير مما يجري في أقطار في الأقطار التي حضر فيها الربيع العربي. قوى النظام السابق هي قوى عميقة، وبالتالي لها إمكانات كبيرة استلبتها من في الماضي من ثروات الشعب ومن إرادته أيضا. أيضا هذه القوى تدرك جيدا أن الشارع الآن ومختلف أبناء الشعب يريد أمن واستقرار وتنمية، ويحاول أن يوهم الشارع بأننا الآن نعيش في فترة حكم الثورة، وماذا ويطرح هذا التساؤل، ماذا صنعت الثورة؟ نحن في حالة فوضى، اغتيالات، أعمال إرهابية، كهرباء مقطوعة، اتصالات تتعرض للاعتداءات، كل وسائل الحياة يتم تقطيعها، ومع هذا الشعب لا زال صامد ويدرك أننا الآ لم نصل بعد إلى النظام الذي سعينا لتحقيقه بالخروج بثورة 11 فبراير، وإنما نعيش في ظل فترة أو في ظل وجود سلطة مهمتها تسيير الانتقال إلى النظام الجديد. يعني لسنا الآن في النظام الجديد، لسنا في النظام، وإنما عبارة عن مرحلة انتقالية. مرحلة انتقالية، وللأسف الشديد أن تركيبة المرحلة الانتقالية في اليمن قائمة على مبدأ المناصفة، نصف هذه السلطة لا زال مشدود إلى الماضي، ومشدود إلى مصالحه، ومشدود إلى ويخشى على مصالحه، ويخشى على مصالحه الغير مشروعة من أن يتم فقدانها في حال تحقق الدولة ونظام القانون، ويستمر وجود حالة الفوضى لتمكنه من مزيدا من النهب، حتى يقول أي مواطن كان هناك في النظام السابق على الأقل ما كانش النهب بهذا الشكل. الآن هناك فساد مخيف يجري، لأنه لا رقيب لا حسيب، لا يوجد من يضبط من، يعني لأنه مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية وحالة مخاض. والهدف من هذا كله هو تكفير الناس بالثورة، تكفير الناس بالثورة وإحداث ردة فعل جماهيرية غاضبة. هل سينجح الطرف هذا في رسم هذه الصورة القاتمة عن الثورة؟ أعتقد أن هذه أحد التحديات التي تواجه الثورة والتي تواجه قوى الثورة مجتمعة، وعليها أن تخاطب الرأي العام بصراحة، وأن تعترف إن كان هناك أخطاء ارتكبتها من خلال التماشي مع هذا الوضع والاستمرار فيه بشكل سلبي. وهل أنتم راضون عن أدائكم كشباب في مؤتمر الحوار الوطني، أنكم يعني أن الثورة رمت بفلذات أكبادها إلى مؤتمر الحوار الوطني؟ لسنا أفضل شباب الثورة، ولكن حاولنا أن نعمل أقصى ما نستطيع، قدمنا ما أفضل ما يمكننا أن نقدمه، لم نبخل بأي جهد في أن نقدمه من أجل القضية التي آمنا بها، ولكن لا يحوي الكمال إلا الله. طبيعي أنه لا زال هناك تقصير، لازلنا نشعر أنه كان الأولى أن نبذل جهد مضاعف على ما بذلنا، لكن هذا ما استطعنا أن نقدمه والتاريخ سيحكم عليه. طيب، هل مخرجات الحوار نفسه يعتبر ثمرة من ثمرات الثورة، أنه كل ما كنا نطالب به نحن كثوار في الساحات الآن سيبلور في مؤتمر الحوار الوطني؟ هل يطمئن الثوار وشاب الثورة والشعب أنه فعلا الحوار هو المخرج الحقيقي، وأنه سيؤدي إلى بناء دولة مدنية يمنية حديثة، وهذا ما كنا نتمنى ونطالب به في الساحات؟ هل فعلا كذلك؟ منذ 7 أبريل 2011 عندما أعلنت اللجنة التنظيمية في بيانها بعد تشاور مع غالبية المكونات التي كانت تشكلة، أعلنت عن أهداف الثورة ومطالبها، لو عدنا إليها لوجدنا أحد المطالب هو تشكيل يعني الجلوس اليمنيين جميعا في مجلس وطني، كانت الصيغة هكذا، يعني ليتحاوروا على مستقبل اليمن وتحديد وإعادة صياغة العقد الاجتماعي بشكل جديد يضمن تحقيق الدولة المدنية
الكاملة، وهذا ما يجري حاليا. وبالتالي مؤتمر الحوار الوطني هو ثمرة من ثمرات الثورة، لم يكن الشباب متصلبون ضد الحوار، وإنما كان هدفهم الوصول إلى مؤتمر حوار وطني لا يكون على طريقة نجم لي ونجم الأسد مثل ما كانت مؤتمرات الحوار السابقة التي تفرضها النظم الاستبدادية في مختلف الأقطار العربية، وإنما يأتي بقايا النظام السابق كطرف من أطراف الحوار يطرح رأيه، إن كان هذا الرأي الذي يطرحه منسجم مع المشروع الوطني الجامع لمختلف القوى السياسية أخذوا به الناس، وإن كان لا زال متشبثا بالماضي لفظوه ورفضوه. طيب ما نعني بصراحة يعني الصوت العالي في مؤتمر الحوار للتغيير أم العودة للماضي؟ يعني هل دعاة التغيير والثورة والنظرة للمستقبل أكثر أم المشدودون أو المشدودين إلى الماضي أكثر؟ بكل الحالات مؤتمر الحوار طبيعة المشاركة لكل القوى السياسية كانت إيجابية من وجهة نظري. صحيح كانت التجربة يعني لأول مرة تدخل فيها القوى السياسية في مؤتمر الحوار فيه هذه الجدية وهذه الندية في نفس الوقت، وفئات أو دخلت جديدة أيضا وضمت كل فئات، ودخلت أيضا قوى جديدة أيضا عامل الخبرة والعمق لدى بعض القوى السياسية يلعب دور في تبني أفكار، ويلعب دور أيضا عند القوى المضادة لهذه الأفكار يعني في آلية التعامل بها، لكن المحصلة النهائية لا يصل الناس إلا إلى رأي يرضي كل الأطراف كل اليمنيين بمن، لكن الكل متجه نحو بناء دولة نحو تغيير عميق جدا. يعني لابد أن يفهم الناس أن نحن الآن في مرحلة انتقالية ولسنا في نظام جديد، لسنا في عهد جديد، نحن الآن في مرحلة انتقالية، يعني سيظهر النظام الجديد عندما يتسلم النظام القادم السلطة عن طريق بعد الاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، عندما نقول هناك جاء عهد جديد، أما الآن نحن أظن في مرحلة انتقالية. في مرحلة انتقالية، وقوى النظام القديم عملت على منع اليمنيين الوصول إلى حالة الدولة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، والدولة بوظائفها الحقيقية والوظائف الاجتماعية، والآن اليمنيين لا يعيشوا في ظل الدولة وإنما في ظل سلطة انتقالية من خلال هذه المرحلة مهمتها إدارة العملية الانتقالية والمرحلة الانتقالية للوصول إلى الدولة التي يكون لها وظائف اجتماعية يلامسها المواطن بشكل مباشر، لأنه الناس اتخذ كل القوى السياسية الأطراف السياسية في اليمن اتخذت المشاركة مسار توافقي، وبالتالي الآن ما نقدرش نحمل أحد يعني المسؤولية فيما يحدث في هذه البلاد، إنه كل يعني مشارك بالحكم، لكن نقدر نقول إنه سنحاسب كل طرف بقدر مشاركته في هذه السلطة. طيب في ختام هذا اللقاء، يعني هل نتوقع أستاذ مانع فعلا بأنه سيصوت إن شاء الله على مشروع أو قوانين الفريق العدالة الانتقالية بالإجماع، ولا سيؤدي أيضا إلى عرقلة قادمة؟ أنت كيف تقرأ؟ أنا أتوقع، أنا متفائل أولا أن شركائنا بمؤتمر الحوار لن يستمروا بالأسلوب العدمي، لأنهم يدركوا أن الوقت يمضي ولا مصلحة لأحد في تعطيل القافلة من السير، لأن هذا بلد، لأن هذا مصير بلد، مصير أبنائنا في المستقبل، مصير هذا البلد مرهون الآن بمؤتمر الحوار، وكلما طالت فترة مؤتمر الحوار كلما قل بريقه وقل جدوى مخرجاته، أحيانا تكون المخرجات صالحة للتطبيق عندما تخرج في وقت مبكر، لكن عندما تؤجل وترحل قد تأتي فترة زمنية لا تكون هذه المخرجات صالحة لأن تكون حلول لواقع المجتمع، قد يحتاج المجتمع إلى حلول مختلفة على ما هو مطروح الآن، أو قد يرتفع سقف مطالب المجتمع ويطالب ربما باجتثاث المؤتمر مثل ما حدث في بلدان أخرى. صحيح. عليهم أن يلتقطوا اللحظة وأن يمشوا مع القافلة بدلاً أن يقفوا في طريقها. وسؤال الأخير، يعني كلمتك الآن لشباب الثورة في الساحات وهم ينظرون إليكم وأنتم تمثلونهم في مؤتمر الحوار الوطني، وكلمتك إذا للقوى السياسية يعني في إخراج البلد إلى بر الأمان. شباب الثورة لا زال عليهم مسؤولية كبيرة، عليهم أن يوضحوا للشارع وأن يكونوا رسل لهذا الشارع، يوضحوا له ما الذي نقف عليه اليوم، يوضحوا له أن ما حدث إلى الآن ليست أهداف الثورة وإنما خطوات في طريق تحقيق أهداف الثورة. جميل. التي ينبغي أن تتحقق من خلال عقد اجتماعي جديد يكون بدستور جديد كمخرج من مخرجات مؤتمر الحوار. والقوى السياسية التي تحاول أن تعرقل
القوى السياسية عليها أن تدرك أنها شاخت، وأنه لابد من إعادة البناء فيها على أساس مؤسسي يتناسب مع متطلبات هذه الأجيال الجديدة، يتناسب مع متطلبات الأجيال التي لم تكن جزءا من صراعات الماضي التي نعمل على حلها ولم نكن طرفا فيها. إذن باسمكم مشاهدي الكرام أشكر ضيفي العزيز الأستاذ مانع المطري، عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب في التنظيم الناصري وعضو لجنة التنظيم للثورة الشبابية، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدي الكرام أينما كنتم، يلقاكم غدا زميلي الأستاذ أحمد المسيبلي، وأنا ألقاكم في مطلع الأسبوع القادم يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى في موضوع جديد وضيف جديد. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.